مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقي باليوم الغد بإذن الله. أجواء على العموم صيفية مشمسة، هذا بعد تلاشي الضباب خلال الصباح الباكر. رياح قوية نسبيا ستميز السواحل الوسطى حتى بالنسبة للهضاب الغربية، هنا ستعمل على تطاير بعض الرمال. بعض السحب الركامية ستنتشر خلال الظهيرة على كل المناطق الداخلية، تتحول إلى سحب رعدية بمنطقة الأوراس، هنا احتمال لأمطار محلية. صفاتم على شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى، وتبقى تنشط خلايا رعدية موسمية خلال الظهيرة بأقصى الجنوب إلى غاية منطقتي الهوغار وتاسيلي، احتمال تطاير الرمال نتيجة لهبوب رياح معتدلة بأقصى الجنوب إلى غاية منراست وجانات. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة بالمناطق الشمالية، في حدود 28 درجة بشمال الصحراء، 21 درجة بتيندوف، 24 درجة بتمنراست وجانات، 32 درجة ستكون كعلى مقياس بالصحراء الوسطى. أما بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستقرب المعادل الفصلي بكل سواحل، مقاييس ما بين 29 إلى 31 درجة، في حدود 33 درجة بتلمسان، بتيزي وزو وقسنطينة. أما بالهضاب العليا والمناطق الداخلية الغربية ستتراوح ما بين 35 إلى 38 درجة، في حدود 40 درجة منتظرة ببشار، 41 درجة بغردايا بسكرة الواد المغير وبرقلة، 39 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، 40 درجة كذلك بإليزي وإناميناس. بينما أجواء جد حارة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب بسواحل الوسطى ومضطرب بسواحل الغربية، هنا الرياح ستكون قوية نسبيا ضمن تيارات شمالية شرقية تدور إلى شرقية بسواحل الوسطى سرعتها معتدلة وضعيفة بسواحل الشرقية ضمن تيارات شمالية غربية.